دعت سفارة المملكة لدى جورجيا المواطنين الراغبين بالاستثمار العقاري بمراجعتها قبل توقيع العقود والاستعانة بمحامين معتمدين، مع التنويه أيضا بأنه لا يحق للمواطن السعودي تملك الأراضي الزراعية في جورجيا. أتى ذلك بالتزامن مع الحملات الإعلانية القائمة حاليا والتي تروج لشراء العقارات في جورجيا وبأسعار أيضا خيالية ومتدنية وأيضا في متناول الجميع. وللمزيد من التفاصيل ينضم معي عبر الهاتف القائم بأعمال السفارة في جورجيا الأستاذ عامر سالم. أستاذ عامر مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. مساء النور والسرور لكل الصائمين على قناة الإخبارية طول لي في عمرك وتفاعلكم الطيب حقيقة كأول قناة تواصلت مع السفارة فورا فيما يهم الوطن والمواطنين. الله يعطيك العافية واجبنا، شكرا لك أستاذ عامر. بداية، لماذا أصدرت السفارة هذا التنبيه للراغبين بالاستثمار العقاري؟ أطول لي في عمركم. نرجع قليلا في أسباب أول شيء الاستثمار في جورجيا، إيش هي الهدف للاستثمار في جورجيا؟ طبعا نحن سفارة المملكة العربية السعودية افتتحت أواخر عام 2018. جورجيا قريبة من المملكة العربية السعودية، التأشير من المطار مجانا مع 94 دولة الدخول في جورجيا، عدد أيام الإقامة سنة من تأشيرة الدخول طولت عمرك. الأمن في جورجيا طبعا جيد نوعا ما، تكلفة المعيشة في جورجيا السابعة في العالم، يعني انخفاض الضريبة مقارنة بالدول الأخرى. نظام التملك 100% باسم المواطن السعودي ما عدا الأراضي الزراعية. طيب، أسباب إعلان السفارة في الوقت الحالي، طبعا طولت أعماركم، السفارة دائما تعلن ضرورة وجود محامي لأي إجراء عقار في جورجيا، ولكن لاحظت السفارة قيام عدد من الشركات العقارية في جورجيا التسويق العقاري لمنتجاتهم عن طريق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي للوصول إلى المستثمر بأبسط طريقة ممكنة. هذا أول شيء. ثاني شيء، طوال لي أعماركم، لاحظت السفارة زيادة عدد الاتصالات والمراسلات للاستفسار عن الاستثمار العقاري في الآونة الأخيرة بشكل كبير. ثالث شيء، رغبة السفارة في رفع مستوى الوعي للمستثمر السعودي المستهدف بالدرجة الأولى من قبل الشركات العقارية المعنية في جورجيا. هذه الأسباب دعت إلى إعلان اللي شافوه الجميع طبعاً في صفحة وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لها أثر إيجابي تقريباً الحمد لله نوعاً ما، يعني في رفع مستوى الوعي للمواطنين والمستثمرين. نعم أستاذ عامر، هل هناك إحصائية لعدد المواطنين المتملكين للعقارات في جورجيا؟ بالنسبة للإحصائية، قبل افتتاح السفارة 2018 تقريبا كان عدد المستثمرين حول 3000 مستثمر سعودي في جورجيا. السنة 2019 ارتفع العدد إلى تقريبا 6500. 2020 نوعا ما انخفض بمشكلة كورونا في العالم. 2022 آخر إحصائية فوق 16000 مستثمر سعودي في جورجيا، من 6500 إلى 16000 متملك. ما هي المخاطر أستاذ عامر التي يمكن أن يواجهها المواطن الراغب في التملك في تملك العقار في جورجيا في حال لم يراجع السفارة أو لم يوكل أيضا محامي معتمد؟ ماذا يمكن أن يواجه؟ والله أتمنى من الجميع، يعني في عدة نقاط أثير لها. أول شيء، الأراضي الزراعية لا يتم تملك بأي حال من الأحوال، هذه لا بد الاعتبار فيها أول شيء. ثاني شيء، العقار في جورجيا إذا كان من ضمن الآثار لا يمكن التملك كمان. في عندنا عدة أشياء طولي في أعماركم. الوهم، يعني عندنا، أنا بجيب الموضوع بالضبط، الوهم يعني إيهام المستثمر السعودي إنه يتملك أرض في الأخير يطلع الموضوع غير صحيح، دفع المبلغ كامل. يعني
من تقصد بإيهام المواطن أستاذ عامر؟ من تقصد إيهام المواطن بهذه الأشياء بهذا الوهم؟ إيهام المواطن يعني صار طالع ناركم في موضوع يجاء مواطن سعودي بيأخذ أرض وأوهموا الوسيط إنه هذه الأرض تم كتابتها باسمك ودون الرجوع للدولة في جورجيا، دون الرجوع لبيت العدل في جورجيا، ودفع المبلغ كامل، يعني دفع المبلغ كامل. نعم. وانتهى الموضوع إذا ما في شيء في الحقيقة يعني. طيب. هل المشاهير أستاذ عامر، هل المشاهير عندما أتوا إلى هنا هل طلبوا أيضا معلومات من السفارة حول هذه المعلومات المهمة اللي قاعد تقولها؟ والله للأسف يعني حقيقة كان المفروض أنهم يأتوا للسفارة لمعرفة إيش الشركة اللي هم بيسووا لها، لكن للأسف ممكن عدم وعيهم أو شيء آخر ما نعرف إيش السبب، والمفروض يمروا على السفارة لمعرفة الشركات التي يريدوا إعلانها أو تسويق لها حقيقة، لأنه مخاطر كبيرة في الموضوع، يعني في بعض المشاهير يعني راحوا في موضوع احتيال. نعم، لأنه موضوع احتيال، يعني الأراضي إذا انباعت بأراضي زراعية على إنها سكنية، إلى الآن المواطنين لم يستلموا أي تملك لها. أستاذ نعم أستاذ عامر، ما هي الخطوات التي يجب على المواطن أن يفعلها في حال رغبة في تملك العقار في جورجيا؟ ماذا يجب أن يفعل؟ دائما سفارة المملكة العربية السعودية دائما وأبدا حرص على الاستثمار العقاري في جورجيا لابد أن يمر بعدة خطوات. الخطوة الأولى بالنسبة للاستثمار في جورجيا لابد على المستثمر أن يكون يعلم هل يوجد الشركة تعامل معتمدة في الدولة، يتمين قدرة الشركة المتعامل معها ماليا، هل عليها تأثرات مالية، التأكد من ملكية العقار للشركة أو أحقيتها في البيع والتسويق. في خطوات كثيرة، التأكد من الأراضي هل هي معدة للبناء وفق التصاريح الرسمية من الدولة، التأكد من توثيق العقود في الجهات الحكومية في الدولة. طبعا هذه كلها إجراءات بسيطة جدا، لو راجع السفارة حنعطيه المواقع الحكومية أو إنه يراجع بيت العدل في جورجيا بـ20 لاري ما يعادل تقريبا 23 ريال سعودي، يأخذ شهادة كاملة من البيت العدل لمعرفة جميع الخطوات المعتمدة في الدولة. نعم. وعليه تنصح السفارة لابد يكون وجود محامي مدني لمتابعة وقرات كافة بنود العقد. نعم أنا. لأنه في حال المواطن السعودي سوى عقد يمكن إذا بيتراجع 20% من قيمة العقد يدفعها. شكرا جزيلا لك. لابد أن يكون. نعم. لابد أن يكون المواطن على حرص توكيل محامي معتمد في جورجيا. نعم واضح. أستاذ عامر سالم القائم بأعمال السفارة في جورجيا، شكرا جزيلا لك.